السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحفي الشهير رومان مولينا يفجر فضيحة من العيار الثقيل، يا ترى ما هي؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. طبعا الصحفي مولينا يفجر فضيحة من العيار الثقيل بخصوص الكاف في الشان، ولكن الجزائر، أخواتي لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك، طبعا الجزائر بريئة من هذه الفضيحة. هيا بنا. فضيحة دنيئة للغاية، كتب على صفحته الشخصية وقال: فضيحة دنيئة للغاية ستظهر قريبا على مسؤول للكاف في الشان حاليا في الجزائر، ولا دخل للجزائر في هذه الفضيحة، يا ترى ما هي؟ يقول: لجنة الانضباط بالكاف تعاقب مكلف بالإعلام بالكاف بخمس سنوات بسبب قضية تحرش الموظف بالكاف، تحرش بعاملة في الكاف. الحادثة وقعت على هامش بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر، ولكن الجزائر ليس دخل فيها. ما رأيكم أخواني وأخواتي؟ أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك في